السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. اليوم قد جلبت لكم تمرين خاص بالوحدة، أو نجده في وحدة بنية الأفراد، لبعض الأنواع الكيميائية. أحيطكم بالعلم أن الأنواع الكيميائية هي مجموعة الأفراد الكيميائية، بحيث أن تكون الأفراد الكيميائية هي مجموعة الدقائق المجهرية كالذرات، الشوارد، الجزيئات، ويمكن أن تكون أيضا هي مكونات النواة. أيضا تعرفنا على مصطلح من خلال الدرس، وهو مصطلح العنصر الكيميائي، بحيث العنصر الكيميائي هو مجموعة الأفراد الكيميائية التي تتميز بنفس العدد الذري، أو بما يسمى العدد الشحني، يعني لها نفس عدد البروتونات، وتختلف في العدد الكتلي، وهو الاختلاف في عدد النيوترونات. إن شاء الله اليوم على بركة الله نقوم بالحل مع بعض هذا التمرين الخاص بالعنصر الكيميائي البوتاسيوم، الذي نجده متمركز في الجدول الدوري. هذا التمرين يقول أن للبوتاسيوم K40-19 نظيران هما K39-19 وK41-19. السؤال الأول يقول: ماذا تمثل الأرقام 19 39 41؟ السؤال الثاني: أحسب كتلة نواة ذرة البوتاسيوم ثم كتلة ذرته، وماذا تستنتج بالنسبة لهذه الكتلتين؟ أكيد الاستنتاج راح يكون مناسب لما درس في الدرس. السؤال الثالث: أحسب شحنة النواة السابقة اعتمادا على عدد، إما على العدد الذري بصفة عامة، وسنكتشف ما يعني ماذا سيمثل. السؤال الرابع: أحسب الكتلة الذرية لذرة البوتاسيوم. هذه الكتلة الذرية هي كتلة عنصر كيميائي بنظائره وحدتها دالتون. إذا علمت أنهما يوجدان في الطبيعة كما يلي: K41-19 4.8%، K39-19 59.2%. نبدأ على بركة الله حل التمرين. السؤال الأول قال لكم: ماذا تمثل الأرقام 19 39 41؟ قبل بداية الحل هذا السؤال، أريد أن أعطيك نصيحة: يجب على التلميذ قراءة التمرين قراءة متأنية، ويعني لو كان بإمكاني أن أسطر على الكلمات المفتاحية، أسطر على الكلمات المفتاحية، وفي المسدد تاعي يجب أن أقوم بالتعريفات اللازمة وذكر القوانين اللازمة لأني نحتاجها في حل التمرين. نعود إلى الحل التمرين. التمرين الأول، السؤال الأول يقول: ماذا تمثل الأرقام 19 39 41؟ تمثيل الأرقام هذه يكون على حسب موضعها في رمز الذرة. نحن رمز الذرة مثلا K40-19، على اليسار من الأعلى هو العدد الكتلي، على اليسار من الأسفل هو العدد الذري. العدد الكتلي 40 نرمز له بA، والعدد الذري 19 نرمز له بZ. إذا ذهبنا إلى السؤال، نقول بأن 19 هو العدد الذري، أو ممكن الإنسان يقول العدد الشحني زد. لما العدد الذري أو العدد الشحني زد؟ لأنه موجود في الجانب الأيسر من رمز الذرة الأسفلي، يعني السفلي، اللي راه من الجانب السفلي اليسار. رقم 39 هو العدد الكتلي للنظير الأول للبوتاسيوم، بحيث أن العدد الكتلي رمز له بA، هنا سميناه A1 نسبة إلى النظير الأول 39. النظير الثاني الذي A2 العدد الكتلي تاعه 41، إضافة إلى العدد 40 الموجود في البوتاسيوم K40-19، هو العدد الكتلي للنظير الثالث البوتاسيوم، وسنكتشف أن هناك نظير ثالث من خلال التمرين. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نعيد: 19 هو العدد الذري زد،
39 هو العدد الكتلي بالنسبة للنظير الأول للبوتاسيوم، 41 هو العدد الكتلي بالنسبة للنظير الثاني للبوتاسيوم. السؤال الثاني كان له علاقة بحساب كتلة النواة وكتلة ذرة البوتاسيوم K40-19. بالنسبة لحساب كتلة النواة، نقول هي تعتمد على عدد النكليونات الموجودة في النواة. ما هو النكليونات؟ ما هي النكليونات؟ النكليونات هي عبارة عن مجموع من أعداد بروتونات زائد نيترونات، يعني مكونات النواة. مكونات النواة تعطينا الكتلة الفعلية للنواة، بحيث نقول أنه العدد كتلة النواة أعتذر هي العدد الكتلي مضروب في كتلة البروتونات، أو نقول أن العدد الكتلي مضروب في عدد في كتلة النيترونات. لما العدد الكتلي مضروب مثلا في عدد في كتلة البروتونات؟ لأن بالتقريب كتلة البروتونات مساوية إلى كتلة النيترونات. إذن نستخرجها كعامل مشترك، يكون تالي عدد النكليونات مضروبة في كتلة البروتونات أو كتلة النيترونات. التطبيق العددي يكون كالآتي: لدينا بوتاسيوم 40-19، العدد الكتلي هو 40 مضروبة في كتلة البروتونات أو النيترونات حسب المعطيات المذكورة في التمرين. لدينا كتلة البروتونات تساوي 1.67 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام، وكتلة النيترونات هي 1.67 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام، يعني يمكن استعمال أحدهما كترميز. إذا 40 في 1.67 في 10 قوة ناقص 27 بالآلة الحاسبة تخرج لنا كتابة علمية اللي هي 6.68 في 10 قوة ناقص 26 كيلوغرام. وإذا حبينا نبين الكتلة بالعشرة قوة ناقص 27، ننزع الكتابة العلمية وتصبح لنا 66.8 في 10 قوة ناقص 27 كيلوغرام. كما أقول للتلاميذ دائما، الدروس في الرياضيات التي سبقت تخدمنا كثيرا في الجانب الفيزياء أو الكيمياء. ب حساب كتلة الذرة التي هي مجموع كتلة ما داخل النواة وكتلة الإلكترونات، يعني هي كتلة النكليونات زائد كتلة الإلكترونات، أو يعني نؤكد عليها هي كتلة النواة زائد كتلة الإلكترونات. إذن كتلة النواة زائد كتلة الإلكترونات اللي هي زاد في كتلة إلكترون واحد، تستخرج من العلاقة الثلاثية عادي. التطبيق العددي يكون كالآتي: كتلة الذرة أتوم هي اللغة، يعني ما نقولوش اللغة، أتوم هي الكلمة العلمية لكلمة ذرة. 40 في كتلة البروتونات 1.67 في 10 قوى ناقص 27 زائد 19 اللي هي عدد الذري في 9.11 في 10 قوى ناقص 31، ونقوم بالمجموع يعطينا الكتابة العلمية بالكالكيلاتريس بالآلة الحاسبة 6.68 وبعدها 1.7309 في 10 قوة ناقص 26 كيلوغرام. إذا أردنا نزع الكتابة العلمية حتى نستطيع المقارنة مع ما وجدناه في كتلة النواة، تصبح لنا 66.81.7309 في 10 ناقص 27 كيلوغرام. قالكم ماذا نستنتج؟ نلاحظ أن كتلة الذرة مقاربة، أو نقول أنها مساوية لكتلة النواة، بمعنى أن كتلة الإلكترونات مهملة. وأيضا نلاحظ أن كتلة الإلكترونات مضروبة في 10 قوة ناقص 31، يعني هي صغيرة جدا مقارنة بكتلة البروتونات أو كتلة النيترونات، إذا تعتبر مهملة. وهذا ما نقول، نلاحظ أن كتلة الإلكترونات مهملة لأن كتلة الذرة مساوية لكتلة النواة، ومن هنا نستنتج أن كتلة الذرة متمركزة في نواتها. بمعنى إذا طلب منا حساب كتلة الذرة، نحسب مباشرة كتلة نواتها لأنها متمركزة فيها.
أو نقول بعبارة أخرى أي كتلة الذرة من كتلة النواة مباشرة كما قمنا بها في الدرس. نذهب إلى السؤال الثالث الذي يهتم بحساب شحنة النواة. كما نعلم أن النواة تحتوي على بروتونات ونيترونات، يعني تحتوي على نيكليونات. البروتونات ذات شحنة موجبة والنيترونات معدومة الشحنة، وهو قلنا حساب الشحنة، إذن بالأكيد رايحين نحسبوا شحنة البروتونات أكيد الموجودة في النواة، بحيث نعلم أن كتلة الذرة كتلة النواة هي موجبة. علاش متميزة بوجود البروتونات؟ عدد البروتونات هو نفسه عدد الإلكترونات، بحيث الذرة كما نعلم أنها متعادلة كهربائيا، إذن عدد البروتونات يساوي زد تساوي 19، ونعلم أن شحنة بروتون واحد هي زائد 1.6 في 10 ناقص 19 كولا، يعني هي القيمة المطلقة لشحنة إلكترون واحد، 1.6 في 10 ناقص 19 كولا، وهذا ما أعطيه في المعطيات. نعود إلى السؤال، الإجابة على السؤال، نقوم بالعلاقة الثلاثية عادي، واحد بروتون شحنته تقابله شحنة مقدرة بالقيمة المطلقة لشحنة إلكترون واحد، أو مباشرة تقابله 1.6 في 10 قوى ناقص 19 كولوم موجبة، لأن شحنة بروتون موجبة. تحت عدد البروتونات كما نعلم في العلاقة الثلاثية كل وحدة تحت وحدة، عندنا عدد البروتونات تحت عدد البروتونات وقيمة الشحنة تحت قيمة الشحنة. إذا كان عدد البروتونات زاد يساوي 19، ما هي شحنتها؟ نقوم بالعلاقة الثلاثية، 19 في 1.6 في 10 قوى ناقص 19 مقسومة على 1، إذا شحنة بروتون واحد تساوي زاد مضروبة في شحنة بروتون واحد قسمة 1. بعد الحساب نجد 3.04 في 10 قوى ناقص 18 كولوم، هذه كتابة علمية، إذا أردنا أن نناسبها للكتابة الأولى تصبح لنا 30.4 في 10 قوى ناقص 19 كولوم. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع يهتم بحساب الكتلة الذرية للعنصر الكيميائي البوتاسيوم. إذا علمنا الكتلة الذرية لعنصر كيميائي هي كتلة العنصر بنظائره، ونعرف أن العنصر الكيميائي موجود في الطبيعة بعدة نظائر، يمكن أن لا يكون له نظائر ولكن في أغلب الأحيان يكون له نظائر، مثلا البوتاسيوم لديه 3 نظائر، كيفاش عرفنا بلي عنده 3 نظائر؟ في المعطيات أعطيت نسبة التواجد في الطبيعة بالنسبة للنظير الأول 39، اللي هي 59.2، والنسبة المئوية للتواجد في الطبيعة بالنسبة للنظير الثاني 41، اللي هي 4.8%. كيفاش نعرف بلي كاين نظير ثالث؟ هو لما نجمع النسب المئوية في الأكيد نلقاو 100%، وإحنا كي نجمعو 59.62 مع 4.8 ما نلقاوش 100%، نلقاو تقريبا 63% أو 64%. إذن النظير الثالث أو النسبة المئوية للنظير الثالث تحسب بحيث نجمع النسبتين المئويتين ونطرحها من النسبة الكلية 100%، بحيث البوتاسيوم 40 يساوي 100 ناقص مجموع النسبتين المئويتين، ونجد أن نسبة التواجد في الطبيعة بالنسبة للبوتاسيوم 40 هي 36%. وبعدها نطبق مباشرة في حساب الكتلة الذرية لعنصر كيميائي التي تقابل الكتلة الذرية الموجودة في العنصر الدوري الذي سندرسه لاحقا إن شاء الله. حسب القانون المعطى للكتلة الذرية للعنصر الكيميائي لأي عنصر كيميائي، هو إذا مثلا في هذه الحالة عندنا عنصر كيميائي لديه 3 نظائر، النظير 39 ك 39
K41 والنظير K40 تكون كالآتي، هو العدد الكتلي للنظير الأول مضروب في نسبته المتواجد في الطبيعة ونزيد لها، العدد الكتلي للنظير الثاني مضروب في نسبة تواجده في الطبيعة، زائد العدد الكتلي للنظير الثالث مضروب في نسبته المئوية في المتواجد في الطبيعة، الكل مقسوم على 100. التعويض العددي كيفاش يكون؟ النظير الأول K39 العدد الكتلي تاعو 39 مضروب في النسبة المئوية 59.2، زائد النظير الثاني العدد الكتلي تاعو 41، إذا 41 مضروبة في 4.8، زائد النظير الثالث العدد الكتلي تاعه 40، إذا 40 مضروبة في 36 اللي وجدناها، الكل مقسوم على 100. لما نحسب بالآلة الحاسبة تخرج لنا الكتلة الذرية الذي يعني أعيد وأكرر وحدتها دالتون 39.456 دالتون، هناك من يرمز لها دي ماجيسكول أ، وهنا والأغلب يعني والأصح أن نرمز لها ب يونيتي. وهكذا تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا التمرين، هو تمرين جد بسيط لكن فيه بعض من الذكاء أو بعض من النشاط، يعني تخديم للمخ شوية كما مرة نقول لكم. نتمنى تكونوا فهمتوا أيضا ما معنى الكتلة الذرية، تكونوا عرفتوا كيفية حساب شحنة لنواة أو كيفية حساب كتلة نواة وكتلة ذرة والمقارنة بينهما، والهدف من أننا نحسب كتلة نواة وكتلة ذرة هو أن نقول بلي كتلة الذرة من كتلة النواة. وإن شاء الله تكونوا فهمتوا، أي استفسار أي سؤال من الأحسن أن يكون هناك نقاش بلي كومنتار تاعكم باش نستفيد الجميع. وأقول لكم أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم.